لن ننثني، لن نتراجع، لن نخذل غزة، ولن نتوقف عن دعم لبنان، ولنا مع صنعاء وإيران قصة جهاد رسمتها تضحيات الثوار، قادة نذروا الأرواح على طريق القدس، لن يهدأ ثراهم إلا بتحقيق النصر. نحن قوم ندفن الأسادة بتراب المعارك، نضع الرصاص فوق القبور بدل الورود، لا نسلك غير طريق المقاومة، ولا نعرف مصيرا غير الشهادة. أما من طبع وهادن وباع القضية بأبخس الأثمان فهو عميل مرتزق حتى قيام الساعة، وشتان بين من يسعى للجنان وبين من يعرف بأن مصيره الجحيم. كل أرض تحمل قائد تنجب قادة، فافرحوا بكل الاغتيالات، فنحن ننعى الحجاج والشيوخ والسادة. أما أنتم فتخفون خسائركم وتحرقون أثركم كي لا تشعرون بهزائمكم، واليوم سنحقق أمنياتكم، ولن نترك لكم أي ذكر أو باقية كي نبرر لكم تراجعكم وترددكم. ستنهض 1000 ضاحية في الجنوب، وسيقف خلف الحسين جيوش لا أرقام تحصيهم ولا كافر يخيفهم، وسنعود بالتاريخ للوراء ونسجل بأن أنصار الطف 72 مليون مقاوم سيبايعون صاحب العصر والزمان، ويعدون العدة لنصر كل دولة لم تنكس رأسها أمام الصهاينة. وما رسالتنا لكم إلا ما قالته زينبنا الحوراء: فوالله والله، فوالله والله، لا تمحوا ذكرنا. أهلا بكم. نفتح حلقتنا وإياكم لهذا اليوم بتقرير الزميل شيبان سامي عن مجلس العزاء الذي أقامه مجلس النواب العراقي على روح الشهيد القائد السيد حسن نصر الله في مبنى المجلس، لنتابع. أقام مجلس النواب مجلس عزاء على روح الشهيد القائد المجاهد حسن نصر الله بحضور رئاسة البرلمان وممثلي الكتل السياسية وشيوخ العشائر، مستذكرين سيرة الشهيد الجهادية التي وقف فيها ضد المخططات الصهيونية، والتي كان لها دور كبير ومؤثر على الأمة الإسلامية في التضحية ومواجهة الطغيان الصهيوني. لا شك أن فقد سماحة السيد حسن نصر الله مثل خسارة كبيرة لكل أحرار العالم، وليس للمنطقة وحدها، وليس لمحور المقاومة وحده. اليوم ما نشهده من تفاعل شعبي عالمي مع هذه الجريمة النكراء للعدو الصهيوني يؤكد انتصار محور المقاومة، انتصاره بدخوله إلى قلوب الناس. من بيت الشعب ومن مجلس النواب العراقي نقف اليوم الموقف الواحد مع أبناء شعبنا. هذه المقاومة التي لن نتركها، وما زلنا متمسكين بها حتى يستمر مداد التضحيات والدماء ليكتب مشهد النصر العظيم المؤزر يوم نصلي في القدس الشريفة.
المشاركون قدموا التعازي والمواساة إلى المرجعية الدينية العليا والشعب اللبناني، مؤكدين الإصرار على مواصلة المسيرة الجهادية ومحاربة العدو الصهيوني، عهد قطعته المقاومة العراقية من خلال وقوفها صفا واحدا مع المقاومة اللبنانية والتمسك بالنهج الذي خطه الشهداء القادة وسقوه بدمائهم الزكية. نعزي أنفسنا ونعزي مراجع العظام بمصاب الجلل وسماحة رضوان الله تعالى عليه السيد حسن نصر الله، كان مدرسة، فلن يكون كسر معنويات الموجودة عند الأخوة الآخرين، لا يكون إلا أصرار وعزيمة عند المقاومين وعند الفصائل وعند مجاهد أبناء الحشد. المجاهدين هم أحياء، والسيد حسن نصر الله هو حيا في قلوبنا جميعا وفي قلوب المقاومة، فكل من يرتئي أو يتوقع أن المقاومة سوف تتراجع أو تنهزم باستشهاد أي رمز أو أي قائد أو أي شخصية أو أي فرد من أفراد المقاومة فهو واهن، بل يزيد المقاومة عزما بل إصرارا على القتال حتى تحقيق النصر. 3 عقود قضاها من عمره الشريف في مقارعة قوى الشر الصهيو أمريكية، استطاع خلالها إذاقتهم طعم الذل والخذلان. الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله سار على نهج أهل البيت عليهم السلام حتى ارتقى شهيدا سعيدا بجوار جده الإمام الحسيني عليه السلام. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن آخر تطورات المشهد اللبناني، من كلمة سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى تهديدات الاجتياح البري وردود المقاومة الإسلامية على هجمات الكيان الصهيوني. راح نتناقش بهذه المحاور مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد آل مسافر، حياك الله. حياكم الله وبياكم استاذ. كما أرحب كل الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور ميسر الشمري، حياك الله. حياكم الله، شكرا. أرحب أيضا بالباحثة والكاتبة الصحفية وابنة الشهيد القائد المرحوم إبراهيم عقيل، زينب عقيل، حياك الله سي زينب. أهلا وسهلا. بداية سي زينب، لك أحر التعازي وعظم الله لك الأجر، جعل الله الشهداء وسماحة السيد حسن نصر الله في ركب أبا عبد الله الحسين، فنحن على هذه المسيرة وكلنا شهداء في سبيل الله إن شاء الله. بداية أسألك عن حزب الله، فقد العديد من القادة في الفترة الأخيرة، من ضمنهم والدك الشهيد القائد، وصولا إلى سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله. كيف تمت هذه العمليات؟ هل حزب الله مخترق؟ تفضل. نعم، يتم الحديث بشكل مكثف بأنه حزب الله أصبح مخترقا وبأنه هناك تمت عمليات خيانة كبيرة داخل حزب الله، ولكن هذا الكلام يعني ليس دقيقا ولا يمكن التعويل عليه. ما حصل أنه منذ عام 2006 يحاول الإسرائيلي أن يخترق حزب الله ولن يتمكن من ذلك أبداً. يتم الآن الحديث عن أن هناك تمت قيادات كبيرة قد تخلت عن حزب الله وقامت بتسليمه للعدو الإسرائيلي، لكن الواقع والحقيقة بأن العدو قد استطاع التفوق من خلال الذكاء الصناعي. العدو المتفوق يعني الولايات المتحدة هي تتفوق على العالم اليوم، ولا تزال يعني في إطار وفي آخر أيام هيمنتها بسبب تطورها التكنولوجي وبسبب ترسانتها بالطبع العسكرية. لديها جهاز استخبارات قوي جدا، وهذا الجهاز يعمل في لبنان، وكل الأجهزة الأجنبية والغربية تعمل في لبنان وتتفوق من خلال الذكاء الصناعي، ونحن نعتقد بأنه تم اختراق حزب الله من خلال الذكاء الصناعي. يعني كيف تم الاختراق من خلال الذكاء الصناعي؟ يعني أجهزة بيجر، أجهزة تليفون مثلا، يعني كيف هذه النقطة، هذه التقنيات المتطورة التي تتحدثين عنها يعني موجودة منذ زمن، لكن لماذا بهذا التوقيت استخدمت هذه التقنيات الذكية وأيضا لاستهداف حزب الله؟ يعني هذا هو مغزى سؤالي. نعم، لدى حزب الله تقنية شبكة اتصالات داخلية، وكاد أن يحصل يعني حرب داخلية من أجلها في الحادثة الشهيرة الخاصة بسبعة أيار، وهي تعتبر من السلاح الأساسي في حرب مقاومة، في حرب المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأنه هذا شبكة اتصالات داخلية ولا يمكن اختراقها، ولكن بفضل التكنولوجيا تمكن العدو الإسرائيلي يعني أن
من خلال المرور في الحي، ويمكن أن يمرر أحد يعني أجهزة جهاز، ويمكن أن يحصل على جميع المكالمات، ويمكن أن يعرف الأشخاص من خلال بصمة الصوت. في الفترة الأخيرة أيضا تم التخطيط لعملية استراق الفيجرات من خلال سلاسل التوريد، وقد استطاع الموساد وهو أهم جهاز استخباري في العالم يعني أن يقوم باختراق سلسلة التوريد لأجهزة الفيجر وأن يقوم بتحقيقها، واستطاع وتمكن من القيام بهذه العملية. لا يوجد يعني معلومات محددة كيف استطاع الإسرائيلي أو كيف استطاعت الولايات المتحدة أن تخرق، ومن خلفها الولايات المتحدة أن تخرق حزب الله من خلال الذكاء الصناعي، ولكن الذكاء الصناعي يتطور يوما بعد يوم، ويمكن اليوم أن يكون لدي معلومة، غدا لا يكون لدي هذه، عفوا الأمس لم يكن لدي هذه المعلومة، وعندما أحصل على المعلومة أرتب على هذا الموضوع. والعدو يتميز بأنه يغير تكتيكاته واستراتيجياته بسرعة ويقوم بتنفيذها. نعم أستاذ عبادي، طلعت على كلمة الشيخ نعيم قاسم، ماذا تحمل في طياتها من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا سيد فرح، تحية لك وللضيفين الكريمين ومشاهديكم الكرام. يعني حقيقة كلمة سماحة الشيخ اليوم أوضحت الضبابية التي كان المشهد متلوث بها. كان هناك حربا إعلامية يوجهها الكيان الصهيوني من أجل أن تكون هناك ثني وتضليل للرأي العام وتأثير على الرأي العام الداخلي داخل المجتمع اللبناني. نعم. سماحة الشيخ وضح العديد من القضايا التفصيلية المهمة، أوضح بأن الحزب لديه من القيادات ما من الممكن أن تكون هذه القيادات لا غير قادرة على إدارة هذه المرحلة. أوضح كذلك قضية هي واضحة للعيان، لكن ذكر بها بأن حتى بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله بقيت المقاومة اللبنانية وأبطال حزب الله يدكون المعاقل الصهاينة بالعديد من الضربات الصاروخية. أوضح أيضا إلى نوعية السلاح الذي استخدمه حزب الله لمرة واحدة، عندما قال استخدمنا صاروخا باليستيا يصل مداه إلى 150 كيلو متر، وهذا الصاروخ لمجرد أنه أطلق من الأراضي اللبنانية دخل أكثر من مليون مستوطن في الملاجئ. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن إمكانيات حزب الله إمكانيات كبيرة. وأضاف أيضا بأن لا يمكن للكيان الصهيوني تدمير قدرات حزب الله بهذه السهولة. قبل أن ندخل للاستوديو، ربما وردتنا أخبار حتى الآن هي غير مؤكدة عن اجتياح بري من قبل الكيان للبنان. إذا ما تم هذا الاجتياح، ماذا سيكون الرد المتوقع من حزب الله اللبناني؟ يعني أنا بتقديراتي وحسب تواصلنا مع الأخوة في لبنان، أنا أعتقد بأن أبطال الحزب يهللون فرحا لهذه الخطوة الحمقاء. اليوم تغيرت المعادلة، نعم إسرائيل والولايات المتحدة وكل الدول الداعمة للكيان الصهيوني قادرة على أن تدير الحرب من خلال التكنولوجيا ومن خلال السيطرة على الأجواء، لكن ما من الممكن أن على أرض الواقع أن تبقى الدبابات مثل السابق، دبابات الميركافا بإمكانها أن تتجول في بيروت أو في الجنوب. الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة عندما تحدث عن بنك أهداف. ليش يصر الكيان على الدخول بري؟ هو فشل في قطاع غزة سابقا، له الكثير من الدلالات على فشله بريا. خلنا نتفق على نقطة، أنه العدو متفوق تكنولوجيا في السماء، لكن على الأرض هو يفشل، فلماذا يصر على هذه الخطوة؟ هو يمارس هذا الضغط الإعلامي ليثبت بأن حزب الله منهار، يعني على المستوى القيادة وعلى المستوى الأفراد وعلى مستوى التجهيز والتسليح، وغير قادر على صد أي هجوم. لمجرد الترويج لهذه العملية ربما يكون هناك انكسار داخل البنية النفسية لأعضاء الحزب أو لحتى سكان الجنوب. طيب، فيركز على هذه القضية من يحاول النيل من القضية النفسية. أستاذ ميسر، هل هي اليوم حرب نفسية من قبل العدو أو سنذهب إلى أبعد من هذه السيناريوهات؟ بدأ تحية طيبة لجنابك الكريم ولضيفيك ومشاهدينا الأعزاء. بالبداية أريد أعزي أنفسنا أولا كشباب عراقي، وأيضا عوائل شهداء المقاومة، وكذلك مراجعنا الكبار والعظام، على الشهداء الذي سجلوا أروع مشاهد البسالة والبطولة طيلة السنوات السابقة.
وحقيقة اليوم بنلمس تعاطف كبير، وهذا التعاطف مترسخ في وجدان الشاب العراقي. هذا الأمر يجب أن نوضحه. اليوم كثير من الشباب تعاطوا مع قضية استشهاد القائد الشهيد حسن نصر الله بمصداقية عالية وبموضوعية عالية، وكذلك أثنوا على المواقف البطولية الذي قام بها والذي ترجمها طيلة سنوات الجهاد. فيما يخص الحرب الإعلامية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان بشكل خاص وعلى المحيط الإقليمي العربي المقاوم بشكل عام، أعتقد اليوم إسرائيل نجح في جانب الحرب الإعلامية التي خاضها طيلة الفترات السابقة. شنو مقومات النجاح؟ المقومات هنا تأتي من عدة معطيات. السيد حسن نصر الله لطالما كان مقاوم، لطالما تصدى إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية، محاولة تسويق إمكانية اجتياح جنوب لبنان، وكان واقف لها بالمرصاد. لكن اليوم المعادلة في لبنان وكذلك المعادلة في المحيط الإقليمي المقاوم في المحيط العربي يختلف، خصوصا بعد ما استشهد الكثير من قيادات حزب الله. نعم هناك خطابات واضحة لقيادات جديدة في حزب الله، أحدها القائد نعيم قاسم اللي هو كان نائب رئيس أو نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني وله مواقف مشرفة في الجهاد والنضال إلى آخره. لكن اليوم من أين نقيس أنه هل إسرائيل أو الكيان الصهيوني قد ينجح في الحرب الإعلامية؟ الكيان الصهيوني منذ أيام يقول أننا قادرين على ضرب المواقع حزب الله في لبنان. في خاي أذرعي يتحدث في منصات التواصل الاجتماعي وفي منصة إكس أننا حددنا مواقع توجد فيها أسلحة الأسلحة الباليستية أو أسلحة الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله اللبناني، وبالتالي نستطيع. إذن هذا مو نجاح إعلامي، هذا نجاح على أرض الواقع. دا أقول أنه استطاعوا أن يبعثوا الخوف في نفوس بعض اللبنانيين، بالإضافة إلى بعض الأفراد المحسوبين على فصائل المقاومة في الإقليم العربي في المحيط العربي الغير جديين في مقاومتهم. من هم اللي غير جديين؟ اليوم كثير من فصائل المقاومة دخلت في هذه المساحة تحاول أن تستمد القوة التي تمتلك هذه الفصائل، سواء كانوا في العراق، سواء كانوا في سوريا، سواء كانوا في اليمن إلى آخره. أقول المعادلة هنا اليوم تتغير. كيف المعادلة تتغير؟ نتنياهو خصوصا بعد أن قام بأفعال إجرامية شنعاء في فلسطين وفي غزة في قطاع غزة وبدأ يخسر. أنا وين أتحدث؟ علينا أن نحلل المشهد قبل أشهر من عمليات العسكرية اللي شنها الكيان الصهيوني في لبنان وفي جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية. نتنياهو بدأ يشعر أنه بدأ يخسر الدعم الأمريكي الأوروبي ودعم المجتمع الدولي له. ليش؟ المجتمع الغربي، المجتمع الأمريكي، فرنسا والاتحاد الأوروبي بدأت تصرح بأن نتنياهو أصبح رجل مجنون، لا يمكن السيطرة على أفعاله، لا يمكن السيطرة على أعماله، وبالتالي الحديث داخل الكيان الصهيوني بدأ. ما الذي استفاده نتنياهو من هذه الخطوة؟ أعاد أولا أراد هنا التركيز استطاع أن يفتح عدة جبهات. الجبهة بالأيام الأخيرة حصرت ما بين أو اختزلت ما بين قطاع غزة وجنوب لبنان. بالفترات الأخيرة كان نتنياهو يحاول جاهدا أن يوسع الجبهات، يفتح جبهة مع الحوثيين في اليمن، يفتح جبهة مع فصائل المقاومة في العراق، يفتح جبهة ويحاول. ليش ما تكون العكس؟ أكو وحدة الساحات من قبل فصائل المقاومة. بالعكس أنا جدا أقول متى ما أوصل قناعات راسخة إلى الأمريكان وكذلك إلى في فترة ما الاتحاد الأوروبي، الدول الأوروبية، رفعت الأعلام الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى في مبناها في مبانيها الحكومية. بعد البطش الذي قام به نتنياهو خصوصا في قطاع غزة بدأ يخسر يعني هذا الدعم العسكري. ربح الحرب الإعلامية. نعم ربح الحرب الإعلامية. هذه النقطة أتوجه بها. لكن علينا أن نركز أن المعركة لم تنتهي. لم تنتهي. لكن حتى الآن لا زال الحزب لا زالت فصائل المقاومة وحزب الله اللبناني لديها الفرصة باستعادة
ما خسروه في سيد زينب، هل بالفعل نجح الكيان الصهيوني بالكسب بالحرب الإعلامية حتى هذه اللحظة؟ صراحة يعني عندما كان ضيفك يتحدث ما 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 أشار إليه، يعني كنت أحاول أن أضبط أعصابي إلى أكبر مستوى. أولاً سأبدأ من الآخر، هو عندما قال بأنه نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة، لقد أصبح واضحاً وجلياً ومعلوماً جداً بأنه هذه المعركة هي معركة الولايات المتحدة. الولايات كل ما تتحدث عنه الولايات المتحدة من مفاوضات ومن أنها تريد التهدئة ولا تريد التصعيد، هذا الكلام كله يأتي في إطار التضليل ويأتي في إطار الدعاية. دائما الولايات المتحدة كانت تتلاعب بالأمم وتكذب عليها، والآن من مصلحتها أن تفعل هذا الشيء. الآن ما يحصل هو أن الولايات المتحدة تضع إسرائيل في المقدمة لكي تحافظ على هيمنتها في المنطقة. أما عن موضوع بأنه نتنياهو هو يحاول إشعال الجبهات وليست هذه الجبهات هي جبهات إسناد، السيد حسن نصر الله تلقى الكثير من العروضات وقالوا توقف يعني فقط عن إسناد غزة وكل شيء راح يرجع تمام وأنتم تضلكم مثل ما أنتم، لكن الأمين العام لحزب الله وقيادة حزب الله رفضت هذا الموضوع ورفضت أن تفصل نفسها عن غزة، ولهذا السبب تم اغتيال هؤلاء الأشخاص. وهنا نصل إلى الحرب الإعلامية. فليكن ضيفك متأكدا وكل شخص يفكر بهذه العقلية وبهذه النفسية وهي العقلية التي يريد العدو أن تتشربها أن يتشربها الناس، أريد أن أقول له التالي: أولا المقاومة التي ليستشهد أمينها العام والتي يستشهد قادتها هي مقاومة قد حفرت هذه المبادئ في شرايينها، هذه على المستوى الأول، وهذا الدم يتحول إلى ثأر ويتحول إلى عقيدة ثابتة تجعل المجاهدين والمقاومين في الميدان أكثر بأسا وأكثر شدة. أنا الآن موجودة في منطقة نازحين، عندما تنزلت عندما تخرجين إلى الشوارع تجدين الأشخاص المشردين وتجدين من هم موجودون في ظروف غير جيدة. بالأمس يعني حصلت مقابلة مع سيدة كانت تعيش في سيارة صغيرة في وسط بيروت، فقال لها المذيع أنه أنت كيف تتحملين أنه هيدي الحرب وشو بدك فيها، وقالت له لا هيدي الحرب مش لازم تخلص قبل ما تخلص الحرب على غزة. إذا الأمين العام تعودنا نحن استشهد ترمال غزة، بيئة المقاومة كلها تشربت حب فلسطين وتشربت هذا الموضوع، وكما استشهد الإمام الحسين وبقي تراثه وكما أخطأ يزيد ابن معاوية ومن خلفه سرجون عندما قام بخطة إعادة الإسلام إلى الجاهلية أو إعادة المنطقة إلى الجاهلية قبل الإسلام بسبي السبايا وبالدوس على صدر الإمام الحسين، هذه كانت خطأ الاستراتيجي للدولة الأموية، وإلا الدولة الأموية كانت منتصرة وكانت استطاعتها أن تقضي على الإسلام، ولكن هذا الخطأ سيد زينب الخطأ الاستراتيجي الآن هو اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله. الاستراتيجي الإسرائيلي اليوم بأنه تم اغتيال الأمين العام، دماء الأمين العام لحزب الله ودماء القادة هؤلاء المحبوبين جدا من قبل جماهيرهم ومن قبل العناصر ومن قبل تلاميذهم. أنا شاهدت التشيعات وشاهدت ورأيت كيف يتحدثون بأنه عندما كانوا أنا على المستوى الشخصي عندما كانوا في جنازة والدي كان الشباب يقولون بأن خطط الحاج عبد القادر خطط إبراهيم عقيل لا تزال موجودة، لقد وضع خطط من الآن إلى 50 سنة إلى المستقبل وهم قادرون على تعديلها وعلى العمل على أساسها في الميدان، وفي دمهم الكثير من الثأر لاغتيال قائدهم ولاغتيال معلمهم ولاغتيال ملهمهم بدرجة الأولى. ثم بعد أسبوع استشهد الأمين العام لحزب الله، فماذا تتوقعين الناس هنا؟ صحيح أنها مصدومة ومنهم من لم يصدق بأنه استشهد أصلاً ومنهم من لا يريد أن يعترف بأنه أمينه العام قد استشهد، لكن المعنويات لا تزال مرتفعة ولم يربح العدو في الحرب الإعلامية، وستثبت ذلك الميدان والأيام المستشهد. إن شاء الله. سيد زينب، كثرة الروايات حول استهداف سماحة السيد حسن نصر الله، يعني كان في الضاحية الجنوبية، كان متجهاً لمكان آخر لعقد اجتماع، ممكن يعني لو كانت عندك معلومة تروين لنا هذه الأحداث وطبيعة الاستهداف، من الشخصيات التي كانت مع سماحة الأمين العام؟ ليس هناك معلومات، يعني لم يصرح الحزب ماذا من كان في هذا الاجتماع ولم يصرح أيضا كيف حصلت هذه العملية،
هذه المعلومات تتكشف مع الأيام في المستقبل، ولا أظن بأنه يعني بالتداول الإعلامي يمكن أن تفيد شيئاً أو أن تؤثر شيئاً. يعني نحن هنا ميداننا الإعلام، وميداننا بأن نرفع معنويات الناس وأن نقول لهم الحقيقة. الحقيقة كما هو ظاهر بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة استطاعت أن تقوم بضربة عمودية لحزب الله، ظنت بأنها من خلالها ستقوم بإحباط المعنويات لدى الجمهور ولدى البيئة الحاضنة لدى المقاومة، ولكنها لم تفهم هذه البيئة. هي لديها القدرة ولكن ليس لديها الفهم لهذه البيئة، ولهذا السبب يجب أن نركز على هذه المسألة. يجب أن نركز بأنه العدو، حتى لا هذه السردية الإعلامية التي تحدث عنها ضيفك لكي لا تنتشر كثيرا، لأنه هذا غير صحيح، ويمكنكم إرسال المراسلين إلى منطقتنا هنا ويمكنكم استطلاع الرأي لكي تعرفوا بأن هذه السرديات غير صحيحة. أستاذ عماد، السردية التي تفضل بها ضيف الكريم هي غير صحيحة ولا يجب تعميمها، هل تتفق أو لا تتفق؟ يعني ابتداءً خلينا أعرج على ما تفضلت به الأخت الفاضلة والفهم المخطئ. الكيان الصهيوني يعتقد أن عندما يستهدفون الناس يستهدفون أناس طبيعيين، مؤسسات وغيرها. يا سيدتي الكريمة، هناك من يقول أن أصحاب العقائد كالمسامير، كلما ازداد الطرق عليهم ازدادوا ثباتا. رحل السيد حسن نصر الله، لكن ما زال المقاومون على قيد العقيدة، هذه العقيدة التي هي رمز الانتصارات. ربما يحاول الكيان الصهيوني من خلال إعلامه المغرض تضليل الرأي العام، وهذا التضليل الذي أشار إليه سماحة الشيخ نعيم عندما قال أنه الكيان قد صرح، قال هناك أكثر من 20 قائد مع سماحة السيد حسن نصر الله بهذا الاستهداف، وهذا كذب، لأنه من خلال هذا الكذب وتسلل هذا الكذب إلى عامة الناس تكون هناك معنويات أقل من المتوقع. طبعا بكل تأكيد. أبدا لا يمكن أن نجاري وأن نصدق هذا الإعلام ونصدق كل ما تقوله ولكن الروايات. ولكن هذه السردية تفضل بها ضيف الكريم، قال أنه ربما كان هنالك ضعف. لا أنا وين أقول أستاذ دكتور، عفوا، أنا أقول الكثير من الفضائيات تسلط الضوء على 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 الدمار الذي يحدث في غزة وفي الجنوب، لكن له لا يسلط الضوء على الدمار الذي يحدث داخل الكيان الصهيوني، وكأنه الكيان الصهيوني يعيش حياة وردية. لكن الرواية اليوم بأن إيران خذلت السيد حسن نصر الله وتركته وحيدا. أبدا، هذا ما نسمعه بالشارع من قبل بعض المغرضين، وهذا الذي تريد أن تصل له الماكنة الصهيونية. أقنعنا بغير كلام. أبدا، الجمهورية الإسلامية على امتداد تاريخها لم تخذل حليفا لها، حليف كيف إذا كان شريك بالدم والعقيدة؟ هذا المحور محور شراكة بالعقيدة والدم والأخوة. كل المشتركات التي تربط هذه المحور هي مشتركات حقيقية، بينما لا نجد مشتركات حقيقية للكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة ومع فرنسا ومع ألمانيا إلا المصلحة. أبدا، عندما يهدد وجودنا وتعلن الكيان الصهيوني يعلن خطته أن الهدف هو دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، علينا أن نقف مكتوفين الأيدي أمام بعض الإعلاميين وبعض المغرضين وبعض المتصهينين الذين يتحدثون باللغة العربية. هذا غير مقبول وغير متداول ولا يمكن تداوله. الذي نريد أن يتداول الآن هو ما أشار إليه الإمام السيستاني في رسالته عندما قال علينا أن ندعم الأخوة اللبنانيين بكل شيء، وهذه لكل شيء علينا أن نضعها بين هلالين لأنها مفتوحة وعامة. مصطلح معركة الوجود أيضا تطرق له بعض علماء الدين بأن هذه المعارك هي معارك وجود، تتفق أو هناك لا؟ هناك من يشكل على بعض مثلا يشكلون على النظام في العراق أو النظام بالجمهورية الإسلامية بعض المدنيين الذين يقولون يجب فصل الدين عن الدولة. لماذا نتنياهو يتولى رواية دينية يهودية يجب أن يكون هناك ويجب أن يكون هناك دولة إسرائيل الكبرى؟ لماذا لا نسمع مطالبات إعلامية بهذا الصدد؟ لأن اليهود يؤمنون ما يؤمنون به، لكن هنا هل يؤمنون البعض من المشككين والمتصيدين بالماء العكر؟ نحن هل لديهم عقيدة أستاذ عماد؟ لا أبدا، نحن دورنا الآن طبعا أكو قضية مهمة جدا في معركة الطف.
عندما كان شمر بن ذي الجوشن يخاطب عمرو بن سعد يقول له إياك أن تدعو أن تسمح لأصحاب الحسين أن يتحدثوا إلى الجيش لأن لهم حدة ألسن لا تقل حدة عن سيوفهم، نحن نحتاج الإعلام الذي يوضح الحقائق، لا نحتاج الإعلام الذي ينساق مع الروايات الإسرائيلية والروايات الأمريكية. هذه الروايات الأمريكية والروايات الإسرائيلية منذ تأسيس هذه الدول هي جاءت إلى خداع الناس والسيطرة على عقولهم. أستاذ دكتور ميسر، وحدة الساحات ومحور المقاومة هل نسف باستشهاد السيد حسن نصر الله؟ يعني بس أريد أوضح في النقطة، أعتقد وصلت إلى الست الفاضلة ضيف العزيزة بشكل مغاير أو لم تكن على أصغاء تام بما تحدثت به. تحدثت أنه في الفترة السابقة وخصوصا منذ بدء بعمليات البيجرز والأوكي توكي ومرورا أو انتهاءا باستشهاد السيد القائد حسن نصر الله، استطاع الكيان الصهيوني أن ينجح في الحرب الإعلامية التي شنها من خلال منصات التواصل الرقمية التي يمتلكها، من خلال دعم المنصات الفضائية. دكتور أنت جاي تتابع ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم. أي بعد وين الانتصار؟ دا أقول لك قدر يرسخ قناعات عند الشعب العراقي مثل وعند الشعوب العربية المقاومة مثل ما تحدث فيها الضيف العزيز، تحدث إنه هؤلاء الشعوب بدت أو هؤلاء المواطنين كثير اليوم في منصات التواصل الاجتماعي تتساءل عن ما هو الرد المقبل لإيران. وأنا أقول لك مثل ما ذكر الأخ عماد، إيران لن تتخلى عن حليف، لن تتخلى عن زعيم كان يجابه الكيان الصهيوني وكان واليوم استشهاد والحرب الشرعاء التي قام بها والحجج التي استخدمتها الكيان الصهيوني هو حجج منطقية. حجج منطقية لسماحة السيد عندما رفض أن يوقف الدعم وإسناد جبهة غزة، ورفض أن يبتعد عن دعم غزة وقطاع غزة والفلسطينيين وما يتعرضون له من قبل الكيان الصهيوني. أنت تتوقع إيران سترد؟ لذلك نعم. قناعتك الشخصية وشنو طبيعة الرد؟ قبل ما أذهب إلى هذا المحور، زين أريد أستكمل ما بدأت به. لذلك عندما تحدثت أنه في بعض الجوانب نجحت الحرب الإعلامية، لكن وما في نهاية المداخلة حضرتك نقلت السؤال إلى الست الفاضلة الضيفة العزيزة، أقول لك أنه الفرصة سارحة لحزب الله بأن يعيد لملمة أوضاعه وأن يرد بما يملكه من ترسانة عسكرية، بالإضافة منذ بالأيام القليلة. حضرتك تقول لي نجحت الحرب الإعلامية. تختلف عن الحرب الواقعية. خلينا نحكي عن الحرب الإعلامية وبعدين راح أرجع لك عن الحرب الواقعية. وضحت لك وشون نجحت الحرب الإعلامية، يعني شنو دليلك؟ دليل كسب مواقع التواصل الاجتماعي. إذا حضرتك أنت متابع، كم شخصية قيادية بارزة نعت السيد حسن نصر؟ كثير من الشخصيات وما فيها الشباب. يعني أسلم جدلا بأن الصهاينة نجحوا بالحرب الإعلامية، لما شاهدنا هكذا ردود فعل على المستوى الشعب العراقي واللبناني وبقية الدول. على نجاح الحرب الإعلامية لديهم بحديثي قلت نحن كشباب عراقي بغض النظر عن الأيديولوجيات والانتماءات السياسية والحزبية والعقائدية التي نملكها، لكننا متأثرين بشخصية القائد الشهيد حسن نصر الله وما قدمه للشعوب العربية المقاومة وإلى آخره. استهليت حديثي بهذا ومتأثرين، وهناك تعاطف ملموس بمنصات التواصل الاجتماعي وحتى على الوجود في الواقع. شلون نجح الكيان؟ لكن الكيان اليوم ده يعمل على ترسيخ أن إيران لن ترد، أن إيران لن تستطيع أن تشن هجمات وحرب وتحاول أن ترد على ما قامت به الكيان الصهيوني. هذه القناعة نلمسها من خلال المنصات الرقمية، نشاهد أنه بدأت الواقع شي يقول هل إيران سترد؟ محور المقاومة سيرد؟ حاليا النقطة اليوم أو منذ يوم أمس شفنا محور اليمن والحوثيين بدأوا يتصدون للكيان الصهيوني بإطلاق صواريخ باليستية تصل إلى تل أبيب. المقاومة العراقية بدأت تطلق طائرات مسيرة تستهدف تل أبيب. وأنا أعترف لك من الناحية الميدانية فصائل المقاومة تستطيع أن ترد وتستطيع أن تلحق بالكيان الصهيوني ضررا كبيرا،
ولكن علينا كأشخاص مدافعين عن حق المذهب، مدافعين عن تضحيات شهدائنا سواء كانوا شهداء فصائل المقاومة في العراق أو حتى في المحيط الإسلامي المحيط العربي، علينا أن نحاول أن نصد الهجمة الإعلامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، وأن يحاول أن يرسخها في الشعوب العربية، في المواطنين العرب. من خلال تحليلك السياسي، هل تتوقع أن الرد الإيراني سيكون قريب؟ وشنو طبيعة الرد؟ الرد الإيراني قطعا سيكون قريب. مرة إيران الدولة لا يمكن أن ترد، لكن الفصائل التي موجودة عند إيران، الفصائل التي قريبة من إيران، الفصائل التي تمتلك عداء دائم مع ضد الكيان الصهيوني، سوف تقسم الجبهات بالرد على الكيان الصهيوني خلال فترة وجيزة. لكن إيران الدولة لن ترد. إيران الدولة وتصريحات السيد رئيس الجمهورية، يعني يوم أمس حديث ثير وصل أنه اجتماع دعيت إلى بعض القيادات الكبيرة من الخط الأول في الجمهورية الإسلامية وتحدثوا عن كيفية الرد وطرق الرد، لكن اعترض بعض المحور البارز في إيران، وكذلك السيد رئيس الجمهورية قال إيران الدولة لا يمكن أن ترد، لكن لدينا ما نستطيع أن نرد به من الحرس الثوري في القدس إلى آخره. طيب سيد زينب، شنو موقف حزب الله اللبناني وفصائل المقاومة من الرد الإيراني؟ كيف تقرأينه؟ نعم، الآن سأقول لك السردية، ولكن أرجو أن تعطيني الوقت وأن تسمحي لي بأن أتحدث. تفضلي سيد زينب، تفضلي. في الصباح كنت على قناة إيرانية بصفتي ابنة الشهيد القائد إبراهيم عقيل، وسألني ماذا تريدون، يعني أنتم كلبنانيون ماذا تريدون من الشعب الإيراني؟ فكان جوابي له على الشكل التالي. عام 1982 كان هناك مؤتمر اسمه مؤتمر المستضعفين في إيران، وكان هناك مجموعة من الشباب اللبنانيين ذهبوا إلى ذلك المؤتمر، وصلهم خبر بأنه وصلت إسرائيل، اجتاحت لبنان وقد وصلت إلى بيروت. فجلس هؤلاء الأشخاص، ماذا سيفعلون؟ ذهبوا إلى الإمام الخميني فقال لهم ابدأوا من الصفر. ذهب هؤلاء الأشخاص وبدأوا من الصفر، وذهب معهم الحرس الثوري وقام بتدريبهم، وقامت إيران بإمدادهم لوجستيا وعسكريا وخبراتيا بسبب حربها مع العراق، بسبب حربها مع صدام حسين، واستطاعت أن تساعد حزب الله لأن يصبح هذه القوة الإقليمية الكبيرة. إيران ساعدت هؤلاء المستضعفين لكي يقاوموا احتلال الأرض. إيران عندما رفعت شعار بأنها تريد مواجهة إسرائيل، كانت في الفترة الأولى عندما رفع شعار هذا الشعار الإمام الخميني كان يظن بأن الأمة الإسلامية ستتوحد وسيكون خلف إيران الدول العربية تماما كما خلف إسرائيل والولايات المتحدة دول الناتو. ولكن عندما تكون إيران وحيدة قامت الآن، يعني لم تتمكن من استقطاب او لم تتمكن يعني ايضا من الدور المفروض ان يقوموا به هذه الدول، لهم لم يقوموا به، قامت به بعض الفصائل وبعض الفئات، فقامت بدعم هذه الفئات. نحن نحارب اسرائيل ليس من اجل ايران. هناك سرديه مضلله ايضا تقول، والان يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، صوره من طهران، طهران تنعم بالهدوء واليمن وبغداد وبيروت تشتعل ولا تبعد. هذا الكلام هو كلام فضيل محض في علم السياسة، بأن المحترفون هم من يملكون اللوجستيات أو هم من يحافظون على اللوجستيات. في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، في الحرب العالمية الأولى كيف تمكن الحلفاء من كسب المعركة؟ تمكنوا من كسب المعركة بسبب السكك الحديدية، بسبب وضع السكك الحديدية وشطها في لإمداد جيوشهم لكي يتمكنوا من الوصول أو من التوغل في عمق أراضي العدو، وبذلك تمكنوا بسبب اللوجستيات من الصمود وتمكنوا من الانتصار. نعم. في هذه الحرب. نحن الآن كحركات تحرر وحركات مقاومة، بالنسبة لنا من هو الإمداد اللوجستي؟ هي إيران. الآن إذا قامت إيران بمواجهة أمريكا وحيدة في ظل هذا الانكشاف الاستخباري الكبير، إيران ماذا تكون قد حققت؟ لم تحقق، يعني لم يكون الهدف الرئيسي، الهدف الأساسي الذي يمكن أن يتم حرف الأنظار عنه، وهو أنك تريد أن تنتصر.
ولست تريد أن تقول أن يقال عنك في الإعلام بأنك تدخلت أو لم تتدخل وإيران تخلت عن حزب الله. علينا أن نكون أكثر عمقا وأن نجعل الناس أكثر وعيا في هذه المسائل. نعم. المسألة لا تقاس بهذه السطحية وبهذه السردية. الإمداد اللوجستي يأتي لحركات المقاومة ولمحور المقاومة من إيران، وإيران تحتاج أن تبقى على سياسة التحمل، يعني سياسة عض الأصابع. نتحدث عن سياسة الصبر الاستراتيجي، وهي سياسة يعني معروفة إنه عندما وهي قصة يعني يمكن أن أسردها الآن. يعني أحد الأشخاص وضع إصبعه تحت ضرس الآخر وقال: من ينتصر هو من يتحمل، ومن يخسر هو من يخرج إصبعه أولاً. يعني الذي أخرج إصبعه أولاً كان إصبعه مهمشاً، نعم، وكان يوجد لديه خسائر، ولكن الذي تحمل وبقي للأخير كان إصبعه يعني منتهياً. منتهياً. نعم. وضحت الفكرة. نعم. تحمل أكثر وانتصر. صحيح. طيب. أن الخسائر لدينا أكبر، ولكن النصر في النهاية لمن يصمد في هذه المعركة، خاصة بأننا في معركة غير متكافئة. أستاذ عماد، خلي أنقل لك رأي المرجفين والبعض من المشككين. يقول لك إيران تخلت عن حلفائها وعصبتها برأس الأذرع وفصائل المقاومة. شو رأي حضرتك؟ دعيني أذهب إلى أبعد من هذا. تفضل. يا سيدتي الكريمة، كل هذا الذي يحدث ندفع ثمنه لأننا شيعة علي بن أبي طالب، لأننا على خط الحسين، لأن عمق هذه الثورة يهدد كل المستكبار العالمي. نحن الآن ندفع الثمن ولسنا خائفين، ندفعه بطيب خاطر. نعم، طريق التحرر وطريق الشهادة لا يحتاج إلى غرف مكيفة ولا يحتاج إلى أماكن منعمة. نحن نمشي بطريق ونعي جيدا الخطورة التي ألمت بنا. ولأننا أنصار الإمام الحسين عليه السلام، هل توجد ضربات للكيان الصهيوني على العراق، على شيعة علي في العراق؟ يعني مؤكد أن الكيان الصهيوني يخطط لهذه الضربات، لكن أبناء علي وأبناء الحسين سيكون على قدر عالي من المسؤولية لرد هذه الضربات وتلقين العدو. يعني الضربات قطعا وحتميا ستكون على العراق، يعني حسب خطة نتنياهو الضربات حتمية، لكننا مستعدين إن شاء الله لهذه الضربات وسنرد الصاع صاعين إن شاء الله. دكتور ميسر، شنو رأي حضرتك؟ أتفق مع ما تفضل الأخ العزيز أستاذ عماد. نعم، جزء من السيناريو المعد من قبل نتنياهو هو فتح جبهة حقيقية وواسعة مع فصائل المقاومة المتواجدين في العراق. نعم. من أجل أن يترد فصائل المقاومة لكي يحظى بالدعم الأمريكي الغربي من جديد. هذا ما تحدثت فيه من المداخلة الأولى، تحدثت أنه في الفترة الأخيرة نتنياهو خسر الدعم الأمريكي، الدعم الغربي، لذلك العراق سيكون من الحكومة العراقية ولا من فصائل المقاومة؟ لا، من فصائل المقاومة، طالما هي من رفعت شعار المقاومة ورسخت وجسدت هذه الشعارات بما قامت به من هجمات واستهدافات إلى الكيان الصهيوني حتى إلى القوات من سيتضرر الأجنبية. أكثر من توسع ساعة الصراع، الكيان أم محور المقاومة؟ أعتقد هناك تفاوت. الكيان قد يملك، بالإضافة إلى بمساعدة الجانب الأمريكي، قد يستطيع أن يتفوق فيما يخص الطائرات المسيرة أو حتى الفضاء، لكن أيضا فصائل المقاومة لديها ما يكفي من أن ترد الهجمات التي قد يتعرض إلى العراق، سواء كان صواريخ دقيقة أو حتى فيما يخص الميدان والوجود العسكري. سيد زينب، بأقل من دقيقة لو سمحتي، يعني الأغلب العام كان يعتقد أنه حضرتك من راح تظهرين على شاشات التلفزيون ربما ستكون هنالك ملامح حزن أو انكسار بسبب فقد والدك، بسبب فقد سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، بكل ما يحدث في لبنان. لكن ما رأيته ورآه أيضا المتلقي أنك قوية وشجاعة بالله تعالى أولا، وأن ردود أفعالك كانت يعني ثابتة جدا. فشنو رسالتك بهذه اللحظة أستاذ زينب؟ هذا الوقت ليس وقت الحزن، وليس لدينا أصلا رفاهية الحزن. نعم، نحن نحزن، نحن نبكي. ربما أنا عندما أضع رأسي على الوسادة أبكي كثيرا، أبكي على الأمين العام، ربما أبكي عليه أكثر من أن أكون قد بكيت على والدي. ربما أنا تيتمت أول مرة، ولكن كنت أنتظر أن يجبر خاطري الأمين العام عندما يقوم بتعزيتنا كعائلة، ولكن خسرت
الأمين العام مرة ثانية وخسرت أبا آخر، ولكن هذه الخسارة استدعت أن يجري في دمائي هذا الإحساس بالثأر، وهذا الإحساس أشعر بالقوة حقيقة. أنا أشعر بالقوة ولا أشعر بأي نوع من الانتصار، مع أنه أنا صاحبة مصيبة وأنا صاحبة فقد، وهكذا. وهذا هو حال الكثير، وهذا ما أشار إليه ضيفك في الاستوديو عندما قال نحن ثقافتنا هذه هي الثقافة التي تربينا عليها. عزاؤك مع العقيلة زينب إن شاء الله. كعبة الصبر سيد زينب بعشر ثواني أستاذ عبان. بعشر ثواني أيها الأخت الفاضلة زينب، هنيئاً لك هذا الاسم، وهذا الاسم الذي يحمل هذه المعاني. تتعلم منك الزينبيات الكثير من الصمود والشجاعة. حياك الله وبياك، وهنيئاً للشهداء هذه الـ شكراً جزيلاً. الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، المحلل السياسي الدكتور ميسر الشمري، شكراً جزيلاً. الباحثة والكاتبة الصحفية وابنة الشهيد القائد إبراهيم عقيل زينب عقيل، حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، جعلك الله وجعل والديك في ركب الإمام الحسين عليه السلام. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ردود الأفعال في منصة إكس حول كلمة نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم، لنتابع. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.